وجهي اغسلتي بعد ما غسلتها، بس رجعت وسختها يعني، بس بضل اشوى على اساس هاي حاطه هاي يعني رح تفيدني كثير. شوفوا هاي ما احلاها، شيليها الله يوفق لها. هاي شوفوا، انا عندي خاصيه بالسياره انه بس اقول شيلي انشالي بتنشال. شوفوا هي يعني رجعت انحطت، ما اعرف ليش، اكيد خرب السيستم. انشالي صح، اورجيكم من شر حاسة اذا حسد وعيني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر علي يا حبيب. اوكي جايز، بما ان حراره السياره مليون هلا، فانا خايفه انه موبايلي يسخن، وهلا موبايلي رح يسخن مبدئيا، فيمكن هاي اول مره تشوفوني عم اسوق وبسوق بايد واحده. اورجيكم 1 2 3. جايز ما بعرف، عندي فيلينجز انه لين لما تسوق رح تتعبنا. شو قصدك؟ رح تتعبنا انه يعني من كتر ما رح تطلعي. كان قصدي شو يعني. فاول شي بدنا نروح نعمل ميك اب. بدنا نعمل ميك اب مثل ما قلت لكم، انا بدي ميك اب يشطشطني ويمطمطني، يعني بدي هيك اصير اخوف، عرفتوا كيف؟ فان شاء الله يطلع هيك مثل ما بدي. فستاني فستاني صح، بدنا نشوف فستان لين ما جبناه لسه. لسه مرض علي صاحب الفساتين. الفساتين حط حزامك يا فالحة، طبعا سيارتي ما بتحب. اوكي جايز، فستان لي لسه ما جبناه، فاتوقع اني راح اوصلك تعملي ميك اب وراح اجيب لك. خلاص بجيبه مصطفى ان شاء الله. صح والله مصطفى يجيبه، فلانه انا اصلا كمان بدي اعمل شعري كم الساعة. اتوقع ممكن احطك تسوي ميك اب، اروح اسوي شعري بعدين نبدل انا وياكي، تروح تسوي شعرك واروح انا اسوي ميك اب، شو رايك؟ انا شعري ما راح اتحمل عليه شيء مبدئيا، فما بعرف الصراحه. شو رايك لين؟ تعملك اسهل يعني، لانه هي ميك اب ارتست وحده بتسوي، يعني وحده يعني وحده عم تسوي لنا نحن بنتين، فيعني اذا لين راح تسوي انا راح استنى، واذا انا سويت لين راح تستنى، فاروح اسوي انا شعري بعدين اروح اسوي ميك اب، ولين تكون عم تسوي ميك اب بعدين تسوي شعرها. فراح نشوف نحكي لكم يعني، ترقب يعني. والله توثقت يعني، توثقت ومعي سيارة ومعي متابعين، الناس بتحبني ومعي الحمد لله يا ربي يا ربي، اللهم زد وبارك يا رب يا رب، هيك إن شاء الله.